تحية إلى نقابة موظفي الشغل لينتام وتحية إلى الجميع. بخصوص هذا الشكل الاحتجاجي ندين هذا التدخل القمعي في حق الأساتذة العزل، ندين هذه الترسنة، ندين هذه الصفوف القمعية الهمجية وهذا القمع الذي تعرض له الأساتذة والأستاذات عوض هذه المسيرة السلمية بكل المعايير والمقاييس وبكل ما تحمل الكلمة من معنى. نرى الديمقراطية هنا هو شعار فضفاض يرفعه مسؤولي هذه البلاد هذه. كنقول اليوم بأنكم لن ترهبوننا ولن تخيفوننا ولن توقفوننا عن درب النضال وعن حقوقنا المشروعة. مدرسة عمومية لجميع أبناء المغاربة، مدرسة مجانية، لا لبيع المدرسة العمومية، لا لسلعنة التعليم، لا للقضاء على الوظيفة العمومية. وندين التدخل القمعي الهمجي البربري في حق الرفاق ديالنا بجميع المواقع. ندين الاعتقال الذي تعرض له الأستاذ بنوار بخنيفرة والتدخل الهمجي البربري في حق الأساتذة العزل بالشرق، مدينة وجدة وأبو عرفة. وندين كل التدخلات قتلاها مع دموها ولاة الشعب خلفوهم، قتلاها مع دموها ولاة الشعب خلفوهم، قتلاها مع دموها ولاة الشعب خلفوهم، قتلاها مع دموها ولاة الشعب خلفوهم. سنترك الكلمة أولا الإطارات النقابية المشاركة في هذا الشكل الاحتجاجي. يلا ونقدم معنا الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الأستاذ خليد باهيمة عضو المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي. بل وحدة والتضامن للبغينا يكون بل وحدة والتضامن للبغينا يكون بل وحدة والتضامن للبغينا يكون تحية أشهد خالد بهيمة أشهد الوسط أتبع الأساتذة رجاء الصحافة ياخذوها الدائرة وياخذوها كاع في المقدمة، غير علاش باش تسمع الصوت والصحافة تاخذها في المقدمة كاع. وتحية لكم لأنكم أنتم الإعلام، أنتم اللي كتنقلوا المشاكل ديالنا والهموم ديالنا لأبناء الشعب وللرأي العام. غير هو رجاء يكون واحد هذه بحال هكا باش تسمع الكلمة ديال الإطارات النقابية. تحية تحية نضالية، تحية المجد والخلود، تحية الإباء والصمود لحرائر وأحرار التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم قهرا وعدوانا المخطط التصفوي المسمى تعاقد. أثبتتم اليوم كما أثبتتم فيما سلف من المحطات النضالية أن الشعب المغربي شعب منتج، شعب منتج لمن يقولون لا، لا في وجه الاستبداد، لا في وجه الفساد، لا في وجه التسيير الفوقي، لا في وجه القرارات الفوقية التي لا تزيد هذا البلد الحبيب والغالي على قلوبنا إلا تأزما. نقف كذلك اليوم لنفند ونكذب كل الشعارات الرنانة وكل مساحق التجميل من الماركات العالمية التي يأبى نظامنا القائم الحاكم إلا أن يصف بها حقوق الإنسان وحرية التعبير وهل ما جرى في هذا البلد. ويكفينا اليوم فخرا ويكفينا فيما سلف من سيرورة نضالات الأستاذات والأساتذة في تاريخهم المجيد شرفا أننا نثبت أننا هنا لنقول لا بمعيتكم، بنضالاتكم، بصمودكم،
نحن هنا نقف لنرفع رؤوسنا ونقول لا، ليس فقط لمخطط تعاقد مشؤوم، بل لا لتصفية قطاع حيوي في البلد، لا لتصفية قطاع يجب أن لا يكون قطاعا طبقيا، لا لتصفية قطاع يجب أن يكون فيه بنات وأبناء الشعب متساوون. جامعة الوطنية للتعليم لا فينا التوجه الديمقراطي في شخصي المكتب الجهوي جهة الدار بدستات تستنفر وتقف كما استنفرت وتقف اليوم كافة فروعها المحلية والإقليمية والجهوية لتساند نضالاتكم ولتدعمكم فوق الطاولة وعلى المكشوف وليس تحت الطاولة وليس في الحوارات المغشوشة. رفيقات الرفاق، واسمحوا لي أن أقول لكم الحرائر والأحرار، تنسيقية الوطنية الأساسية الذين فرض عليهم التعاقد، يجب أن تعلموا أنه بحجم الإهانات التي نهان، وأذكر هنا حتى من يهمهم الأمر، سواء أمر هذا الاحتجاج في أبنائهم أو من يهمهم الأمر على مستوى أخلاقهم وضمائرهم، هل يعقل في بلد يقال أنه ديمقراطي أن يعامل الإرهابي كما يقولون، والذي من المفروض أنه يريد على ما يقولون يدمر ويخرب معاملة محترمة؟ حتى الاعتقال دياله أمام الإعلام يكون اعتقالا محترما يحترم إنسانيته بين قوسين، حتى الوجه دياله تيخرج ما بنشوفش. هل يعقل؟ نقابات الشعبية، تحية نضالية، تحية نضالية، نقابات الشعبية. وهل يعقل، وهل يعقل أن يسحل مربي الأجيال؟ هل يعقل أن يقمع مربي الأجيال وباعث القيم في نفوس الناشئة؟ نقول دائما كجامعة وطنية للتعليم نعم مع المقاربة الأمنية نعم، ولكننا بأجسادنا وأرواحنا ضد المقاربة البوليسية. المقاربة البوليسية لا تزيد وضع الاحتقان، واش هادي ماشي مزالة لتجروا علينا بحال المشاش في الزناقي؟ ونحن لسنا بقطط، نحن شرفاء وأشرف من أشرف منكم، نحن شرفاء لأننا ندافع عنكم في الوقت الذي تحملون عليه هراواتكم، وبإمكاننا أن نرد، ولكننا أسمى وأرقى من أن نرد، لأننا ببساطة رجال تعليم كتبت فينا الأشعار والدواوين وسطر التاريخ ويسطر أننا نحن من علمناكم تقنية حمل الهروات، فهل مكافأتنا أن تضربوننا اليوم بهروات من أموالنا ومن أموال ضرائبنا؟ أوجه تحية في هذه الوقفة كذلك إلى الإطارات النقابية وأقول التقدمية الحاضرة والداعمة، وأقول لكم سيروا في ضرب النضال والكفاح حتى تحققوا مطلبكم، والجامعة الوطنية للتعليم توجه الديمقراطي في صفكم معكم في خدمتكم، وتحية نصر وشموخ، تحية نصر وشموخ لكم جميعا. تحية تحية الأستاذ خالد بهيمة عضو المجلس الوطني للجامعة الوطنية، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، ونحيي عاليا على الغيرة ديالو وعلى الغيرة عفوا ديال الإطار أولا ثم الغيرة الشخصية، والآن يعني النقابة المساندة دائما والمشاركة دائما في احتجاجات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد. النقابة الوطنية للتعليم توجه النقابة الوطنية للتعليم العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تحية عالية لهم، ويلقي الكلمة الأستاذ الراقي عبد الغني الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. طيب أخواتي المناضلات الإخوة المناضلون باسم النقابة الوطنية للتعليم المنضوية في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لا سيديتي، كنحييكم أخواتي إخواني الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كنحييكم تحية النضال والصمود. إحنا اليوم ماشي غير تلاقينا في واحد دورة من الدورات، إحنا في واحد المسار. أنا كنذكر الإخوان ديال المحمدية بالخصوص
لما التقينا لأول مرة في الأيام الأولى وفي الحركات الأولى ديال الاحتجاج ديال الأساتذة في فرضنا التعاقد، وقلنا منذ ذلك الحين لما كان مازال ما واضحش كنا عاد تنوضحوا والناس كتجتهد باش توضح شنو المعنى ديال التعاقد في القطاع ديال التربية الوطنية، وفين كاين أوجه الهشاشة، وفين كاين الفرق، فين كاين الفرق مع الأساتذة الذين سبقوا اللي كيتقال عليهم تجاوزا المرسمين. فمنذ ذلك الحين أخواتي إخواني نذكركم بأنه قبل ما يبدأ التوظيف بالعقدة في 2016 في جوان 2016 لما تخذ القرار ديال التوظيف بالعقدة في القطاع ديال التربية الوطنية، أصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اللي احنا جزء منها لا سيديتي، أصدرت في 16 جوان 2016 أصدرت قرارا منذ ذلك الحين وموقف ديال رفض التوظيف والتشغيل بالعقدة في جميع القطاعات ديال الوظيفة العمومية وحذرات. لكن مع الأسف التماهي مع توجهات ديال واحد العدد ديال المؤسسات الدولية، قبل قليل بعض الإخوان ديال المواقع كيسولوا تيقول شنو الفرق زعما، وشكون علاش هادشي، شكون اللي فرض عنا هادشي؟ فرضاته المؤسسات المالية الدولية، ولكن فرضاته على واحد الطرف اللي هو الدولة المغربية اللي عندها قابلية باش تقبل، هما جاهزين مستعدين يكونوا ذاك التلميذ النجيب اللي تيقول خفضنا من الكلفة ديال الوظيفة العمومية. هذا هو اللي خلاهم راه الميزانية باش كيتخلصوا هاد الأساتذة راه هي ميزانية ديال الدولة، لكن ما كتعطاش مباشرة في نفقات ديال أجور ديال الموظفين، كتعطى المؤسسات العمومية. هذا واحد النوع ديال الالتواء والالتفاف، كيعطيو المؤسسات العمومية هي اللي كتشغل، وكأنهم مخبينكم في مؤسسة عمومية ما كتبانوش في الميزانية العامة ديال الدولة. هذا الشيء موجه من هذيك المؤسسات المالية باش تعطيهم القروض، وإلا غادي تسد عليهم الباب ديال القروض. فهذا هو الانصياع، وهذا هو الدور ديال التلميذ النجيب اللي كتشكلوا الدولة المغربية والحكومة المغربية اليوم. أخواتي إخواني أنا كنقول لكم مرة أخرى باش ما يغلطنا ما يغلطناش تحت في هذا الملف، راه الحل الجذري هو الإدماج، راه الحل هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، والممر باساج هو الإدماج أولا في النظام الأساسي ديال موظفي التربية الوطنية. راه كاين نظام أساسي ديال 67 ديال 85 ديال 2003، حنا كنتظروا النظام الأساسي الرابع في تاريخ قطاع ديال التعليم. هذا النظام الأساسي النضال والمرافعات اللي كنعملوا كنقابة، النقابة الوطنية في سيدتي كنرافعوا باش يخرج نظام أساسي تكونوا جزء منه ومن ثم جزء في الوظيفة العمومية. هذا هو الحل الجذري اللي يمكن يحل هذا المشكل. جميع الصياغ الأخرى اللي كتسمعوا اللي كتروج لها هي صياغ ديال الالتفاف وديال التمويه، وكأنه راه غيتحل المشكل غيتحل، راه ممكن يتحل. هذا الشيء الحل ديال الملف ديال التعاقد ما كيكلف حتى سنتيم حتى ريال، ما كيكلف والو. أجوركم تقول لي أجور تعطيها الدولة برقم تأجير مركزي بحال باقي الأساتذة، بحال الآخرين، بحال باقي الموظفين. هذا هو الحل. هذا الشيء لا يكلف. أخواتي إخواني تحية على هذا الإصرار المعبر عليه في هذا الشعار الأخير، تحية على هذا الإصرار على الصمود. يظهر أن هذا الملف ماشي ديال الحل غدا، هذا ملف مازال خصو المزيد من الصمود والمزيد من التحدي والمزيد من الإصرار، ولكن ماشي مستحيل الحل ديال الإدماج اللي كنطالبوا به ليس مستحيلا، خصوصا وأنه لا يكلف، غير مكلف من ناحية المالية. لذلك احنا كنا ثقة في نفوسنا اولا كحركة جماهيرية، كجماهير ديال الاساتذة والاستاذات، كجماهير شعبية، كطبقة عاملة، كشغيلة، عندنا الثقة في نفوسنا بانه غادي نوصلوا في يوم من الايام
الحل اللي وصلوا له الجزائريين، الحل اللي وصلوا ليه الجزائر. تحية نضالية، تحية نضالية، جماهير الشعبية، جماهير الشعبية. الجزائر راه ماشي سير، كان عندهم التعاقد وكان تيسميهم الأساتذة المتعاقدين، ومع ذلك بالمسيرات الطويلة اللي داروا ما بين المدن وبالاحتجاج، راه حنا شفنا غير اللقطة الأخيرة ديال الفيلم، راه قبل ذلك كان العديد من التضحيات حتى في الجزائر، راه ماشي وصلوا للحل بسهولة. حتى حنا في المغرب كنا نوصل للحل، بهذه التضحيات غادي نوصل للحل. فمرة أخرى نتعهد أخواتي إخواني على المزيد من الصمود ومن الإصرار على تحقيق حتى المستحيل. وكنقول مرة أخرى هذا الملف ماشي مستحيل، فيه صعوبات ولكن ماشي مستحيل. مرة أخرى أحييكم باسم النقابة الوطنية للتعليم، باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وموعدنا محطات نضالية قادمة. تحية. تحية نضالية وتحية إلى كل الإطارات النقابية، النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم. واش مازال هناك شي نقابة؟ مازال هناك شي نقابة مشاركة معنا؟ شوف إذا ما كاين حتى شي واحد. إذا الكلمة الختامية، الكلمة الختامية للتنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، نخليوها الأستاذ عثمان الرحموني. تحية نضالية العموم الأستاذات والأساتذة العموم المناضلات والمناضلين من داخل التنسيقية الجهوية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد. تحية لكل الإطارات النقابية المواكبة للأشكال الاحتجاجية. مجدا وخلودا لكل المعتقلين السياسيين، الحرية والانعتاق لهم. كذلك مجدا وخلودا لكل شهداء الشعب المغربي وعلى رأسهم شهيد القضية عبد الله حاجلي الذي استرخص دماءه للدفاع عن المدرسة والوظيفة العمومية، الذي استرخص دماءه لمحاولة فرش واحد الميدان ديال النضال لهذا الأساتذة المفروض عليهم التعاقد لمواصلة الدرب. إذا لا محيد لنا عن مواصلة هذا الدرب المفروش بدماء الشهداء. إذا تحية لكم مجددا، كل إدانة والخزي والعار لهذه المقاربة القمعية التي ينهجها النظام القائم بكل أجهزته القمعية في حق الأساتذة العزل، في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، بدعوى أنهم يتجمهرون في وقت الحجر الصحي. نقول لهم ارفعوا علينا هذا الحجر الاقتصادي والحجر الحقوقي في حق الأساتذة. نقول لهم أننا متشبتون أيما تشبت في الدفاع عن المدرسة العمومية وفي الدفاع عن مطالبنا العادلة والمشروعة، ألا وهي إسقاط مخطط الذل والهوان، مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية وبمرجع النظام الأساسي الموظفي الوزارة بدون قيد ولا شرط. 102,000 أستاذ مفروض عليه التعاقد سينالون جميع مطالبهم بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، لأنه مخطط جاء نظرا لفشل السياسات المالية للدولة وتبعيتها للمؤسسات المانحة. يتعلق الأمر بالتوصيات ديال البنك الدولي وبالمؤسسات البنكية الدولية المتحكمة في كل الدول التي تسير على درب المديونية ودرب التبعية للرأسمالية المتوحشة. إذن لا عزاء لكل هذه الدول الرجعية التي تهاجم وتعادي حقوق مواطنيها وعلى رأسهم حقوق الشخيلة التعليمية بفرض وظيفة هشة، فرض التعاقد، وأننا ماضون بلا هوادة حتى تحقيق النصر. نشد على أيدي كل المناضلين والمناضلات على صعيد هذا الوطن الجريح الذين يقدمون معارك بطولية برغم التشكيل والمتابعات السورية والمحاكمات في حق كل المناضلين، وكذلك ما شهده اليوم من تدخل همجي على مستوى كل المديريات على طول خارطة هذا الوطن الجريح. يتعلق الأمر بمديرية خنيفرة
مديرية خنيفرة التي شهدت اعتقال ثلة من المناضلين يتعلق الأمر بمجموعة من الأساتذة الأستاذ محمد بولانوار عن مديرية خنيفرة، كذلك جهة الشرق في جهة الشرق التي كانت تجسد شكلا ارتجاجيا راقيا على مستوى مدينة